في موضوعنا غادي نرجعوا للعلاقه الزوجيه والحب ما بين الرجل والمراه. ودائما استاذ في لقاءاتك بكل وضوح، يعني ملي كنتكلم على الحب كتاكد دائما على انه الحب ليس له وجود ضمني ولكن هو انجاز خاص الازواج يتعبوا عليه لتحقيق هذه الصنعه. فاستاذ، يعني هذا الانجاز او هذه الصنعه في الحب وفي المحبه واش خاصنا نحقوه ونطبقوه يعني في الواقع، يعني واش كاين في الواقع ولا في امر اخر؟ غادي نعرفوه معك اليوم من خلال تحليلاتك كيف ما عودتينا. هو ماشي يمكن الانسان يقوم باعمال، خصو معرفه. واحد العالم رياضيات الماني ما كانش كيعرف السباحه، حقبه ديالو في نهايه القرن 19 ما كانش كيعرف السباحه وما لقاش شي واحد يعلمه، فمشى قلب على كتاب كيعلم الكتاب السباحه، قرا الكتاب ودخل عام وعام. فهذو ناس اللي بمجرد عندهم قوه ديال الاستيعاب وقوه ديال لا كونسيبتواليزاسيون، يعني كيطلع الكونسيبت في المعلومه يحتاج يجرب، هذو قلال. ولأن الإنسان العادي لا بد له من معرفة. فصبحنا في واحد الحقبة، أنا هذا الصباح كنت أتكلم مع أحد أحبابي أستاذ عمر محسن رئيس المجلس العلمي ديال الأنفا، وهذو علماء اللي كيبحثوا وكيأطروا الحقل العلمي والحقل الاجتماعي. فقلت ليه واش ما لاحظتيش أستاذ عمر بأن الناس ولاو في الحفظ والتقليد، يعني اعطيني وصفه نتبعها وما نقعش في مشاكل. الوصفه غتحرمك من الذكاء، لان النهار اللي طيح فواحد الوضعيه الوصفه ما غتجاوبش عليها، كي غدير؟ حيت الواقع كيفتن بالجديد ديالو، فدائما غيخرج لك شي وضعيه مع عمرك ما عطاوها لك في الوصفه. فاحنا صبحنا في العالم العربي، انا كنشوف الاعلام العربي مليء بالمستشارين، مليء بالكوتش، مليء تيعطيو الناس وصفات. وهذا بخس في حق ذكاء الناس وبخس في القدرات اللي يعطاهم الله سبحانه وتعالى، بخس يعني حقره. خصنا شكون اللي كيعطي الوصفات؟ هو الاطفال الصغار. اما الاشخاص الكبار كتعطيه مسالات. فالمساله ديال انجاز الحب طبيعه الحال لا كل شيء معني به الواقع، ولاني اليوم غنتكلموا على الانجاز من حيث المعنى المعرفي، اش من معنى عندك واش من مفاهيم عندك باش في الواقع ديالك ما تحصلش. فهنا كاين واحد ثلاثه المراحل في العلاقه ديال المحبه، فكاين ثلاثه المراحل. كاين مرحله الحلم، الهوى والعشق والنشوه. هنا الرغبه اللي خلق الله في الانسان هي اللي خدامه، بحكم ان الرغبه دفعها واحد الحرمان. الانسان ملي كان صغير كترضع امه ولا المرضعه الى كان يتيم، تيعرف الحليب والنهد والشخص، فكيجي الجوع تيحتاج الحليب كتعطيه النهد كترضعه، فكيكون في هذيك اللحظه الرضاعه كل من ساهر في النهد والحليب، لا يعير الشخص في هذيك المرحلة واحد الاهتمام ما حد فيه هذيك القرحة وهذيك اللوعة الجوع. بمجرد ما تيشبع تيبدأ يلعب بالنهد ويعير اهتمام بهذاك البالغ، هذيك الأم اللي كترضعه كيبدأ يهتم بها، هي صافي تشوف واش ما كتحطو كتمشي، كيبدأ يغوت. واش كيغوت ديك الساعة على الحليب ولا على النهد ولا على الشخص؟ نخليوها بين القوسين غادي نرجعوا لها من بعد. اذا هنا الهوى في هذيك المرحله ديال الحلم وديال العشق وديال النشوه كتجعلنا هذيك الحرمان نقلبوا على شي شخص نكونوا عندنا معاه واحد العلاقه. كتحضر العلاقه كنوليو نقلبوا على الصداقه، الصداقه يعني الصدق. كتحضر الصداقة كنوليو نقلبو على الوئام، تفاهمو وئام، تقول لها كلمة وتعاود لك نفس الكلمة،
تقول لها النكته وتكمل لك النكته، تقول لها شي حاجه تضحك او كنوليو من واحد التناغم. الوئام كيحضر، الوئام كتشعل المشاعر، وكنقولوا هذا هو المكان، هذا هو المكان. في المكان واحد الموضع كيتوهم الشخص، كيظن انه فيه غادي يلقى دواد الحرمان، هذا راه جاي محروم. فتيدخل في الحياه الزوجيه، لان الزواج هو ضامن لاستمرار هذيك العلاقه. الزواج راه ضامن، حيت الا بقيت انا وياك مصاحبين وغدا طلع لك الزعف مني تقدر تفي التليفون ديال فحالك. اما الا كنا مزوجين ما تقدرش تطفي التليفون ديال بحالك، الا طفيتي تليفونك وزدي بحالك ولا مزوجك غادي نصيفط لك عون وبقوه القانون نجيبك ونستفسرك علاش طفيتي التليفون. راه ولا حيت الزواج راه ضامن الاستمرار العلاقه ولو بعدا في السؤال. وحده وواحد مصاحبين بغى يقلب عليها ولا بغات تقلب عليه، ما عندهمش يعني ما كاينش واحد ما يقدر يعطيها حتى سيستي في صالح، خلات حماق مالو طفى التليفون، مالو قلبو جو سيري سولي الحال. الاطار ديال الزواج داك الزواج راه يمشي يعاوني يجيبو، وغادي يقول ليه المحكمه كتنتظرك الجلسه الفلانيه، وغيجي هي المحامي وغتقول ليه قدام القاضي سيدي القاضي بغيت نعرف اش درت ليه مشى عليا وطفى التليفون. القاضي غيقول لي هاد الزوجه كانت ما كتقومش لحظتي. شتي بعدا غيضمن لك الزواج انك يمكن لك تطرح السؤال، اضعف الايمان تطرح السؤال، راه تقدر تلعب العلاقه. ثم الزواج كيعطينا قوه القانون في الحصول على رد فعل. الصحبه اللي واحد غضب بقى خصك تبقى تسنى ترجع لي خاطره. الزواج اللي المراه غادرت البيت ولا الراجل ما صيفطش فلوس، بقوه القانون تاخذ منه الفعل. اذا دابا شتي هذيك المرحله الاولى كانت كتهيئنا لاش؟ كانت كتهيئنا للمرحله الثانيه اللي هي هالمشاعر جياشة شعلات، خلينا الوئام وبغينا نضمن على أساس هذه العلاقة غتستمر. قلبنا في الهياكل الاجتماعية والفكرية الإنسانية، ما لقينا حتى شي هيكلة من غير زواج. باقي المجتمعات الإنسانية ما اخترعوش شي هيكلة وتأطير شي علاقة أحسن من الزواج، ما لقاوش. لأن حتى الرجال ملي مشاو داروا علاقة دارهم بعضياتهم في الزواج، ما لقاوش شي مونتاج باش تعرف هنا كاين واحد الكسل على الصعيد العالمي. ملي باغي نتوما ديروا شي علاقه وما عجبكمش الزواج ديروا شي حاجه اخرى. لا مشاو سماوه الزواج، مارياج بور توس، مارياج دي زوم بور لي زوم، مارياج دي فام افيك لي فام، مارياج دو اكس افيك غريغ، وزيد في هادشي هذا. فهنا الزواج هو واحد الغطاء تيغلف فكره فيها جنون. هو غطاء عقلي ذكي معقلا رزين كيغلف فكره في الحماق. لان شنو هو ذاك الهوى الجياش؟ هذاك راه حماق، خصو يبقى في الهوى الجياش ونغلفوه بمؤسسة الزواج كتعطي واحد الإطار كتحميه، واللي كيبقى الداخل تيعطي. بعد ما تيعطي هذه الأمور هذه كيحضر الواقع. الواقع هو المرحلة الثالثة. الواقع مر، الواقع حار، الواقع تيخنق، الواقع صعب، ولكن عنده جوج الأدوار، عنده une fonction sémantique وعنده une fonction symbolique. هذاك الواقع، هذاك الواقع خطير. شنو هي لا فونكسيون سيمونتيك؟ واخا الا سمحتوا استاذ غادي نعرفوها بعد الفاصل، تفضل استاذ نكملوا حول انجاز الحب. ففي المرحله الثالثه كيجي الواقع. الواقع تيخنق، تي 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 لخبط، تي تيوتر، وهنا تيوليو الناس بحال ما بقيناش مدينا في نفوسنا، المرأة ما مدياش في الرجل، الرجل كيقول المرأة ما كتقابلينيش. ما وهو الدور ديالو عنده اون فونكسيون سيمونتيك وعنده اون فونكسيون سيمبوليك. شنو هي لا فونكسيون سيمونتيك؟ هي ما المقصود انكم تكونوا في علاقة محبة؟ ما المقصود انك معمر عليها ومعمر عليك؟ هنا واحد العدد من الناس جايين من الصور ملي كان كيرضع بهذيك الفكره ديال الجوع تيعمر عليه الماكله، العطش تتعمر عليه الماء،
الخوف تعمر عليه الأمان، التعب تعمر عليه النوم، بالك يعني كل خصاص إلا وعنده مادة كتعمر عليه. فإذا أنا من اللي تزوجت وهي من اللي حبات وهي من اللي تزوجات، كتعرف بأن العطش كيزولوا الماء، والجوع كتزولوا الماكلة، والعيا كيزولوا النعاس. إذا هذيك صيغة الحرمان اللي محرومة، واش حقيقتها ملي غتزوج؟ يعني غيعمر بالك فين غنوصلوا دابا ولا؟ شاتيها لالا شتيها؟ إذا هذاك كل واحد فينا عنده في مصارنا واحد الثقبة، ديما تيحس براسو واكل شارب، عنده شوية الفلوس، عنده خدمة، ما مريض ما والو، خاصه شي حاجة. واحد درك الخدمة ودرك الفلوس وتزوج ودرك الأولاد، خاصه شي حاجة، ناقصه شي حاجة. هي تزوجت ولدات قرات خدات الماستر دارت الدكتورة خدات المنصب، خاصه شي حاجة. علاش؟ لأنهم ظنوا دول الخدمة العبقرية الخطيرة ديال جاك لاكو راه خطير هو. هنا علاش غيمشي هو لوبجيكتي تاع لا مالكا لا قالما؟ علاش غيمشي ليها؟ لأن الفلاسفة كلهم عاشوا هاد الحال. الفلاسفة كلهم من اللي اكتشفت الفلسفة كيقلبوا، والماء كيحيي العطش، الطعام كيحيي الجوع، النعاس كيحيي العيا، وهذاك الحرمان كاين شي اوبجي. شنو غادي يقول جاك لاكو الخطير اللي غيلقى الجواب؟ راهو ابن رشد جاك لاكو راه حط السؤال، ابن رشد ديالنا اللي لقى الجواب ديالنا. سير وليدي ابن رشد، الله يبرعك من الفردوس. عرفتي ملي لقيتو كاتبه والله العظيم الا لبستو زيد كتبتو عاد نقطو، قلت له غيخطيكم علينا المسلمين الحرار، تخيل جايب لك واحد جوبيه ولا تينا جاي لينا اللي غادي نحطو تفرج كيداير. فاذا ملي مشى هو داخل لعبت عليه المرحله الاولى ديال الحلم والنشوه، المرحلة الثانية ديال بغينا نضمنوا هاد النشوة الحلم اللي حلمنا مع هاد السيدة وهاد السيدة، إذا خصنا نمشيو نجيبوا شي ضامن هو الزواج، لأن غدا بتعدى تقدر تحماق ولا تعصب وتزيد في حالة ما تجاوبنيش، ولا هو يزيد في حالة ما يجاوبنيش، لا خصنا نزوجوا. عاد تزوجوا في الواقع، الواقع مرمدهم هز خباط ضراب زداح باخ، أشنو طرا؟ هنا الواقع راه عنده جوج أدوار، كيصفي لك لا فونكسيون سيمونتيك وكيدخل لك لا فونكسيون سيمبوليك. لا فونكسيون سيمونتيك تيقول لك جاوب على السؤال، اش كتعني المحبة؟ واش كتسحبها بحال الماء اللي كتحيد العطش؟ واش بحال الماكلة اللي كيحيد الجوع؟ واش بحال النعاس اللي كيحيد لك العيا؟ واش كتسحب؟ شنو هي؟ جاك لاكو تيقول لك ليسبري ديالنا اللي جاي من وقت الرضاعة الذكي جاي تيقول لك راه شي حاجة اللي عندها علاقة بالمتعة، قلب عليها هنا. تقول جاك لاكو عندك تقلب عليها تبرا، ما كاينش تما، فين كاينه؟ ردوا لي على البلاوه حتى تيقول لك لاكو لوبجي اي تي ريبريزونطابل، داك لوبجيكتي ما عندكمش عليه معلومه، اي تي ريبريزونطابل كو سول لو فانتازم بو فيني ريبريزونتي. علاش احمق يا بالله؟ بالك علاش ملي كيتزوجوا واحد الوقيته كيبدا هو كيقلب يتصاحب، وكيبدا هو يقلب في الاس ام اس، ويبدا يقلب في لي باج، وتعيط عليها تقول لك اودي لقيتو. ها هو علاش كتشخد لك كريز كارونتين وكتمشي؟ سبحان الله العظيم، لا كريز دو كارونتين ما كتمشي غير لوبجي سيكسويال، ما عمرها مشات اللي كيظن يعمر بالنكاح، ولكن ملي كيتزوج كتجي واحد المده لك كيوقع واحد الفتور واحد الملل. اش كيقول عليها؟ تيقول لك راه عندك راه ليسبري روحكم ونفوسكم راه غدلكم تقلبوا على واحد لوبجي اللي غتسحبوا لقيتو غيحيد لك الحرمان. تيقول لك هذاك لوبجي الى تي ريبريزونطابل ليست له تمثلات فكريه ما عندناش. تيقول لك سول لو فونتاسم بو فوني ريبريزونتي، هذه غادي نخليوها بوحدها تكون مع مؤشر عليها. اذا دابا شنو هي لا فونكسيون؟ ها لا فونكسيون سيمبوليك، لا فونكسيون سيمبوليك دوينا على لا فونكسيون سيمونتيك هي صيغه المعاني دوينا عليها، بان الا مشيتي خديتي الاخر غتلقى فيه تجسيد الحاجة اللي انت جاي بها في الحرمان، عدبتي نفسك وعدبتيه. اشنو غتلقى؟ غتلقى في الآخر غيريحك من وطأة وآثار الحرمان. لا غولاسيون افيك لوتر نو كومبل با لو مونك، لا غولاسيون افيك لوتر ال بيرمي جوست دو سولاجي ليفي دو مونك. نعاودوها، يعني انت داخل من الاول من النشوه من الاحلام من تجسيد من الحبان من الشعر من كذا من كذا، ومشيتي وتزوجتي باش تضمن العلاقه اللي عطاتك الحبان والنشوه وكذا، حيت تظنوا بانه هو عنده الحاجه المقصوده اللي غتعمر عليك اللي غتحيد لك الحرمان كيف ما كحيد لك العطش وكيف الناس كحيد العيا وكذا وكذا. هنا مشيتي غلط في العنوان،
ما غتلقى أقصى حاجة منه الراجل في المرأة والمرأة في الراجل 100% اللي غتلقى هو يحيد لك الوطأة هذيك لامباكت لفي الحرمان الوطأة باش واحد كيمسد لك رجلك. دخلتي عيانة شريفة ولقيتي راجلك هكا داير واحد زويته وركان وخدام كيمسد رجليه ودخلتي قلتي يا الله الله ربي قال لك جلال الله وشدك راجلك هكا وبقى كيريحك هذاك 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 هو الجهد الأقصى في العلاقة. دابا كنتكلم على المفاهيم يعني لا مشات خداها هي وخداته هو بأنه فيها وفيه غيعمر عليها ويعمر فيها صيغة الخصاص الحرمة اللي هي جايبة من شحال هادي مشى وضاع خاصها تبقى عنوان فين في المخي في الخيال كنتخيلوا في العنوان وعارفينه بحال بحال هذيك اللي ايماجينير ديال بيتر بان ملي كنعاودوا الدراري اللي ايماجينير يعني ممكن انها تخيل بنتك ولا ولدك اي حاجه ما دمنا في ايماجينير وفي ايماجينير ديال العنوان الا كبرتي بقيتي دري صغير ما بقاش تجي ليها يعني ما حدك انت صبي علاش نفسيكات امريكا غادي يكتشفوا لو سيندروم دو بيتر بان واحد الشخصيات واحد الاشخاص اللي كيبغيو يكبروا. دابا غندوزو لغول سامبوليك الواقع عنده دور كبير فيه خير ملي تيكون كيمرر فينا وتيدقق علينا وتيحمق فينا خدام تيساوي فينا هاد الصيغه تعمر عليا وعمر فيا وتيزول هو وكيزولها هي من صيغه انه ضان فيها غتعمر عليه الفارغ ما يمكنش تعطيك هذاك الشيء ما ديالهاش هي ما ديالوش هو. اذا هنا لا فونكسيون سامبوليك جايه تحمينا من لو رابور فونتاسماتيك. لو رابور فونتاسماتيك شنو هو؟ هو ملي ما كتصدقش لي العمليه ما بينها وبينه وما عمرش فيها كيف ظنات وغيحيد منها صيغه الحلمه اللي كانت كتحس بها ملي جايها ملي كانت كترضع في امها وما خداتهاش ما عرفت واش مقصود الحليب ولا بالزوله ولا امها ولا بثلاثه وما خداتهاش وجاي الحلمه الحرمان وهو كذلك ملي كتزقل هنا شنو كيدير لانكونسيون؟ كيحطها في الدراري. فكتجي واحد الوليد وواحد البنت وكتشد امه كتحطو كوم غولاسيون دوبجي بور كومبلي لو مونك. شتي لا فونكسيون دو غيال في لاسبي سامبوليك ديالها كتقطع لك الكوردون امبيليكال باش ما نوضوش نحطو ولادنا في صيغه العواض اللي فاتت لينا واللي خصها تنفات لينا ونقلبو على جنبها ما نقلبوش فيها ما نقلبو على جنبها اوني اكوتي يعني انا شاد الحقيقه او لا راني كنحس بجنب الحقيقه. شتي شكون هو اللي اقرب للحقيقه؟ راه ماشي هو اللي شاد الحقيقه عمرك ما تشدها راك بجنبها تحادي فلا كنتي تحادي الحقيقه فاعلم انك في الحقيقه. المنطق اللي كيجعلنا نوصلوا لمعرفه الوسطيه في الامور هو المعرفه الانسان الذكاء ديالو الخاص حين الفطريه الخاصه ما توصلش ما يقصرش لابد من المعرفه والمعرفة من باب الفكر الإسلامي كنلقاو دائما عندنا جوج ديال الأبواب أقصى اليمين وأقصى الشمال. فمن باب اليمين كنلقاو وأما بنعمة ربك فحدث ومن باب الشمال كنلقاو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس واللي هي من الآيات اللي مختوم بها القرآن. ففوقاش أنا غادي نتموقع في اليمين وغادي نجي ونجعل الضحى مرجعية في حياتي ونبدأ نتكلم تحت مرجعية أما بنعمة ربك فحدث. إمتى؟ ملي تنكون من أهل التفاؤل من أهل اليقين في الله من أهل الخشية وليس الخوف. راقلت واحد الحلقة في الموسم الماضي كنا تحدثنا الفرق كبير ما بين الخشية والخوف. الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر سيقول لنا إنما يخشى الله من عباده العلماء تكون هم أهل الخشية. من هم أهل الخشية؟ هم أهل العلم. أما أهل الجهل ولو أنهم عندهم المعلومة تلقاه قاري بشواهد نجح ويربي في بناته ولادو الخوف. البنت جات مخطوبة ناس واحد مسؤول سامي جالس كنشرب معاه قهوة هذا الأسبوع
قال لي سبحان الله ما عرف من حنا المغاربه، قال لي كنعرفوا بعضياتنا هذاك واخا حاجه ما هياش. قال لي هو عارف راسو معين في المنصب يا فلان. قال لي وانا عارف راه هو معين. قال لي كنعيط لي باغي نبارك ليه تنقول ليه زعما باش هو يقولها. قال لي يا صح يا استاذ. قلت له وريني اش نقول لك. قلت له الجهل، لانه ما تموقعوش، لان احنا امه الوسطيه. فإلا بغيتي أما بنعمة ربك فحديث وبقيتي فيها دائما دائما دائما، غادي يفسروا بعض الناس بأن أنت من أهل الفشور كتفشر، وزعما أنت ديما ناجح ديما في ديما ناجح. فهنا غتبعد من واحد شوي، ولكن غتبقى قريب ليها. ملي غتبعد ليها شنو غدير؟ غير غتسكت. غتسكت، ما غتحددش بالمرجعية الأخرى. أما نمشي نحاز أنا نقول عضو بربي الناس ملك الناس، ولاحظوا هنا كنستعدوا، يعني انك شنو التعود؟ تعود درا عباده ماشي حيد العين. مواقع راه صبحت كثير دابا، كتشوف قنوات عربيه كدير ما يسمى بالرقيه الشرعيه. هل القران انزل للرقيه الشرعيه؟ سيدنا عمر دخل لواحد المسجد ولقى واحد الرجل تيقرا القران، قال له انه انزل ليعمل به لا لتتخذه عمل. واحد مبارش القرآن ويقرأ هذا القرآن أنزل باش نقراه ضد الشيطان ضد العين. راه أنزل ليعمل به وتأملا في مقام العبادة. هو جود عند المسلمين اللي تهجد يقول الحق. النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبغى الحبابي الخير هو اللي يبغى القراية، اللي يبغى العلم، اللي يبغى الصحة، اللي يبغى الذكاء، عليكم بهذه السنة هذه. السنة ديال الصحاحة التهجد. شنو هو التهجد؟ هو قراءة القرآن في الثلث الأخير من الليل، وكتصلي واحد 10 دركيعات وتبعهم ثلاثة الشفعي والوتر، كتبع واحد 10 جوج 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 وتسالي بجوج وحدة 13 وتقرأ ما تيسر من القرآن. عيب لا ما عندك جوج ثلاثة وماشي باش تحيد العين، ولا باش تحيد النحس على البيع والشراء، ولا باش تديماري الطوموبيل، ولا باش ولا وتنقراو باش ناخذوا نفهموا. شوف واحد الايه اش نقول لك، راه ملي تنقرا تفرروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. اشتي الاسلوب كده، اشتي على ضوء كده. دابا انا غنقرا هذه البركه هذه وهذا الخير هذا، نقرا باش نحيد العين اللي يعطيني الدل، نقرا باش نحيد تقف الله يعطيني الويل، غنقرا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. غادي نقراها وانا كنت تخشى نقول يا ربي لا تجعلنا منهم، يا ربي يا رب جنة تلاقوهم عرفوهم، ولا تجعلنا عشرهم، ولا تجعلوا ولادنا يعرفوهم، ولا تجعل حفاين يعرفوهم. فهاد العائلات اللي تعيشوا هاد الأسلوب ديال الحضي أبنتي هكذا، هادو المجتمعات اللي تغلغل فيها الجهل وتغلغل فيها الفقر. لأن شوف شي عائلة ناجحة في مشاريعها التجارية تجارة الحلال، والله ما كيفكروا لا في عين لا في حسد، تيفكروا في الزكاة وفي الصدقة وفي يساعدوا الفقراء وتنميوا تجارتهم ويضايفوا حبابهم ويعرضوا للطلبة ويكرموهم ويعرضوا للعلماء ويكرموهم. ما عمرك تلقى الناس والله العظيم راه في عائلات ما عندهم كاع على هادشي، عاد من عند هادو عند صحاب الحسكة ديال هذه هي الأمراض النفسية. علاش الله في القرآن تيقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض؟ شنو هو المرض القلوب؟ هي الأمراض النفسية، سكيزوفرينيا بارانوياك لا بارانويا تروبل دونكواس اي دونكسيتي، ها هما هاد لي ساندروم. فاحنا عوض ما نمشيو نعرفوا شنو هما لي ساندروم وشنو هما لي سامبتوم، حيت الأمراض بحال هذه تتجلى في البنية الخطبية في اللغة. الإنسان لغته فيها الشك، لغته فيها الخوف، سوء الظن. النبي صلى الله عليه وسلم خير حسن الظن في الله وحسن الظن في العبد. تخيل سوء الظن في الله وسوء الظن في العبد،
شوف الله كيفاش كيعطينا الدواء وتيعطينا البنية البارانويا كيوريها لينا. تقولنا ردوا الباب هل البنية البارانويا لا تتقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. يقول العلامة الدواق صاحب المعرفة ابن عاشور القوف القفو عفوا هو الاتباع ويقال القفا. والمراد ب شوف ابن عاشور كي تفسر والمراد بما ليس لك به علم هو الخاطر النفساني. شوف هذاك الوقت كانوا يعرفوا الخواطر النفسانية الذي لا دليل عليه ولا غلبة إلا الظن به. يعني ما عندكش بروف ماتيريا ما عندكش دليل ما كتقول لك احسدني ما عندكش دليل. شوف هذاك الوقت والعلماء ابن عاشور من العلماء اللي كيقول لك حتى ما عندكمش دليل مادي يعني علمي الناس دي ساينتيفيك. ثم كنجيو وكنلقاو غياكد لنا الله في سوره الاخلاق اللي هي الحجرات يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا يضركم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. فهنا ان شاء الله بعد المكالمات غادي نفتحوا الحوار مع الناس. هو تربيه فكريه لغويه الا مشى الانسان تغلغل فيها وشبع فيها ممكنش يتكلم يجعل يكون هو البنيه اللي كنعيشوا فيها احنا امه الشيا وامه الامل. مرحبا.